ده بيقول لك اداهم حتة دين علقة. ربنا يكرمه ربنا يكرمه. ده اللي طول عليه صحيح فتوة الغلابة مش بتاع الأعيان. في حاجة يا رجالة؟ الفتوة المتلتم تعرفه؟ شش، ايه المتلتم ده يا أخي؟ بقول لك ايه، ده تسميه الفتوة الجدعنة، فتوة الغلابة. إنما المتلتم مفيش حاجة اسمها متلتم خالص. اتلتم وركب حصانه ولم الإتاوات اللي خدوها مننا قوة واستقدار ورجعها لكل واحد. معقولة؟ طب هو حد شافه ولا ده كلام بيتقال؟ الناس شافوه الفجرية. راجل والله، ده ربنا بعته لنا عشان يقف ضد الفتوة ورجالتهم اللي بيعملوا فينا. بقول لك يا حسن، انت جالك فلوس؟ لا انا ما جاليش حاجه، ما انت عارف انا بنام بدري. بالاذن بقى عشان الحق الدكان. ربنا يستر طريقك. سلام ابو علي. يكونش من كسر الفتوات. يعني ايه الفلوس اتسرقت يا عوام؟ انت قيط لك وعيب. والله العظيم يا معلم زي ما قلت لك، متلتم هو اللي عمل فينا كده وخد الفلوس وجري وضربنا انا والرجاله. غور ما يصحش كده يا معلم، مش هتضرب الرجاله قدامي. يبقى طاير وشك يا معلم. علام انت واللي يشدد لك. يبقى بغر عنده لفرد من شوية نسوان. يلا بقى عشان نلحق المعلم. يلا المظلمة هتفوتنا. يلا اخويا حاسب اخويا، خلي بالك.